وذلك من خلال ربط السكنات الجديدة بخدمة بأحد التقنيات الاتصال وهي تقنيات الألياف البصرية. تقوم اتصالات الجزائر بربط السكنات الجديدة بتقنية الألياف البصرية وتقدم لزبائنها تجربة إبحار عبر الإنترنت بتدفق عالي وعالي جدا يصل إلى 300 ميجا. تقوم اتصالات الجزائر كذلك بتحديث وتطوير شبكتها الهاتفية القديمة تصل نسبة الأشغال في تطوير الشبكة إلى 30%، على أن يتم بسط ومد شبكة الألياف البصرية عبر كامل الولاية تدريجيا. في نفس السياق تقوم اتصالات الجزائر أيضا بتقديم عروض استثنائية لزبائن ميجا تقدم من خلالها مودم ألياف بصرية مجاني وكذلك شحن الإنترنت مجاني مع تكاليف الربط. الاتصالات الجزائرية تقدم مرات أخرى في مجال الاتصالات في المجتمع وكذلك تعزيز دورها كرائد في مجال الاتصالات وحين كل ما إلى فريدة الاتصالات البصرية. المودم هذا نتعرف فيه عالية في خصوصا في نسبة التدفق يعني عالية بزاف. الأول كنقدموه للزبون ونقوله هي ثلاثة كهدية يعني باش يجرب نسبة التدفق العالية جدا يقد يخليها ب 300 ميجا سينو يقد يفيكسي لو ديبي نتاعه ابتداء من 15 ميجا. 15 ميجا راه من 2000 دينار شهر ب بالنسبه للمعدات